المستقبل بالنسبة لهذا الجزئية عشان ننتهي منها، جزئية اليوتيوب وتأثيره، سيكون المنصات هي للترفيه، لاحظ. وأنا كما أتصور سيظل هناك قنوات إخبارية فقط تمثل الحكومات، رأي صوت الحكومة، هي صوت الحكومة. أما قنوات فضائية قطاع خاص بتنتهي. طب حتى لو كان في اعلانات، ولا قصك اعلانات وتطلع ما في اعلانات، ما عاد تجيهم، ما في اعلانات حتى لو كان الاعمال ضخمه وقويه خلاص. اي الان، الان الاعلانات شحيحه جدا حتى عند القنوات الكبيره بدون ذكر اسماء. فلازم يسبقون خطوه زي خطوه الصحف الورقيه قبل يدق ناقوس الخطر. وبداوا يسبقوا، بداوا يسبقوا في قنوات كبيره بدات تسبق بدون ذكر اسماء برضو، ما نبغى نذكر احد. بداوا لانه هو لما يسوي له منصه يقدم من خلالها محتوى ترفيهي راقي جدا، يهيئ مسلسلات وغيرها، لا بيصير عنده عدد كبير من الاشتراكات. انت عارف المشتركين دول، المشتركين فيهم استدامة اكثر من المعلن، لانه لاحظ هناك فرق بين انك تقدم مسلسل تلفزيوني مثلا لمعلن عشان يعني عشان تكسب من وراه معلن، وبينك تقدم مسلسل تلفزيوني عشان تكسب من وراء اشتراكات مشاهدين. استدامة مشاهدين يختلف حتى فيما يتعلق بالكوست، غير حتى فيما يتعلق بالمحتوى اللي تقدمه، مستوى الانتاج والكواليتي والجودة وكل شيء. احسنت احسنت. هنا هناك فرق، لانك هنا بتقدمه للمستمتع والمستفيد المباشر، لاحظ، اللي هو انا وانت المشاهد، لاحظ. سنة. اللي لن يستمر معك لو كنت ما لقى محتوى يا سلام مميز. بالضبط. اي بالضبط.